ما كانش في قيمة الهدف التاريخي للمنتخب الوطني التونسي معناها. لا لا ما حبيتش تشوف هيك، المشاكل بدات وقتها مع ال شنو راح احكي لك، حكايه صارت لي وقتها. جاء لونترونور سيتي البيرج، شو اسمه لونترونور ليكاس بلجيكي لو كانز. اول ستاج مشينا معاه، مشينا وقتها لعبنا دو ماتش اميكال، لعبنا في كوريا وقتها، مشينا لعبنا كوريا الجنوبية، بلجيكيا وكوريا يعني تفكر. كوريا الجنوبية في كوريا. بدينا ستاج في تونس، ترنينا فهمت واحد ما يعرف وقتها، جاء ما يعرف حتى حد، ما يعرف حتى جوار، اما فما عباد حكي له على برشا حاجات، على برشا جوارات، فهمت، ما عرفش شنو وصلوا له شنو وصلوا لهش. مشينا لكوريا. لحظة سي، خلينا نقفل هنا. شنو راح يقولوا عليك؟ تعرف أكيد. شوف احنا وقتها في الكيب ناسيونال عندهم سيستيم، ديما الانسيان جوار هو يشد وقتها كابتن الفريق، فهمت، ديما يمشوا بالأقدمية. يعني وقتها كنت أقدم واحد وقتها في الجروب. جاء هو نهار الأول قال أنا باش نحط كابتن دي كيب عبد النور. نورمال عبد النور خويا وصاحبي وما فما حتى مشكلة، فهمت، عم نخدم تحكوا مع من ماجون ما عندي حتى مشكلة. إيه أنا أقدم واحد وقتها، فهمت، وقتها انا زاد مير بيتر في وقتها في البيرو داك، انا مير بيتر بتاع في تونس، وفهمت وانت الحمد كثير لله ربي، شقاوي كان فهمت. كابتن وقتها. لا ياسين مضروب وقتها جو مش معانا باهي، بيرو داك، في الاستاج هكا، في الاستاج هكا ما مش معانا ياسين، فهمت فهمت، باهي. لا معانا لا بلبولي لا حقي لا حتى حد، كنت انا اقدم واحد في الجروب القديم. باهي، جاي قال حط عبد النور. جا حبت انه مشينا ترينينا انسومان في تونس، بعد طلعنا لكوريا، مشينا لكوريا لعبنا الماتش وقتها، عملنا ان بارتو ولا ربحنا ما نتذكرش، عملنا ان بارتو ولا ربحنا واحد بلاش، فهمت. جاني من بعد ديريكتو موريت لاربيت الزفر، لاربيت الزفر، جاني ديريكتو مور التيران، يجري جاني تخلي التيران، قالها لي هيك، انا التزمت كي قالها لي، قال لي غلطوني فيك، وانت يفهم من بعد شو غلطوني حكي فيه له عليه؟ شو حكي ما له؟ نعرفش وقت ما يتعرف ها أكيد عصام، شكون ما يحبكش؟ ايه بريد هيك، فما برشا صحفيين، فما برشا عباد، أبون فهمت، صحفيين فما وين فما خيدو في الدومين، فما سمينا سامي، ولا سمينا من سامي. من ما نجمش نسمي، فهمت، وانا حكاية ومشيت على روحي، فهمت. باهي، أنا كي جاني وقت التيران قال لي راني غلطوني فيك وقالوا لي عليك تيفيني وكل شيء واحد واحد، فهمت، وقتها رجعت الكونتاكت معاه بالقدام ريقلكم، ما عندي حتى معاه حتى مشكلة. الصحفيين المقربين منه خلينا نقرب الحقيقة، نعرف الصحابة برشا أي صحفيين أي كان وقت قرب منه برشا صحفيين، يمشي له فهمت. حتى الدار نتاعه أي ويقول أي له تي حاسيل باهي اوكي سيبو، عرفت شكون يعني. حاسيب، وانت تعرف وانت حاسيل. ومن بعد مشينا لبلجيكا، من كوريا مشينا لبلجيكا، كيف بلجيكا لعبت ماتش باهي مريقل، زيسكا وقت الاربيتر تعاركت انا وقت الديفونسور بتاعهم، خذيت كارتون روج، فهمت، روحنا تونس، ما قال لي نورمال ساغيف واحد، قال لي تافي ان بو ماتش نورمال وانسى وتنكات با، فهمت، وقتها هو خايف، قال لي انا تو خايف، قال لي الكارتون روج وقت مشيش تحسب في الجورني فيفا، وعندنا وقتها الشيونس بتاع الكوب دافريك، فهمت، جاية، قلت له ان شاء الله ان شاء الله. من بعد ستاج اللي بعده الشيونس بتاع الكوب دافريك، وقتها الجروب كلها تلمت نتاع العاده، معناتها كيب العاده نتاع الكيب ناسيونال، ما راني الا نشوف روح كان في التريبيون اور ليست، معناتها وقتها اور ليست، نتذكرها كي تو انا وبلبولي وصبري خليفه، ماتش شكون وقتها؟ ماتش الاول لعبناه في تونس وربحناه
c'était Guinée, je crois. فهمتك. ما عجبكش الديسيزيون؟ ما سكت على روحي نورمال، قعدت باش انا ما عنديش شكل نلعب تيتيلير نبلبز ولا قادان نبلبز، لا بالعكس قعدت وصاب مع الوقت، جوار. صاب الوقت يلعب في مارسي وقتها في اي ايفيون. في فيون جو كوا، في فيون مشى المرس وقتها، ما عرفتش في فيون ولا مرسي حاسيلو، وانا بيزار. بلبولي زاد بلبولي، فهمت بلبولي تيتيلير، جيت تحطه قادان صاب الخيفه زاد تيتيلير تحطه قادان، وانا تيتيلير تحطنا قادان، معناتها احنا مشينا معاه، معناتها لعبت معاه لو دو ماتش وريته شنو، فهمت حاسيلو. انا ما نعملش مشاكل ما قلت حد شيء، وقت عنا زاد دوزيام ماتش في مصر، فهمت في مصر اتفكر وقتها، الموضوع. اه في مصر ما مشيش انا لمصر وقتها، عملوا البريزيدون وقتها بتاع في قطر كلمني قال عمل عليه بريسيون، قال لي تروح كسر لك الكونترا، فهمت عليك قال لي، في قال لي وقتها مليون. فهمت كلام من انت حب ما رفضت الدعوة ولا حاجة كما هكا. لكن بعدك وقت ترشح لك بدها فيه حكاية طويلة بيه حاسيلو، بيه بيه كمان ما نسيتش. مش نبدأ لك بالسياسة. بعد أني اي نسيت. أنا البروجي هيك روحت، ما مشيش معاه من مصر، مشيت حكيت مع البريزيدون وديع، سي وديع الجري، قلت له راهي سي وديع عندي مشكلة هيك هيك هيك، قال لي كيفاه، قلت له والله، قلت له شو نقول له، قلت له راهو كلموني قالوا لي ما تروحش باش نفسخ لك الكونترا نتاعك، قال لي شوف نحكي مع الانترنير نشوف ما عندوش حق الانترنير، هذا عايزه. هو ما عندوش حق قانوني، ما عندوش حق فهمتي، هم هددوني هيك بطريقه هيك باش انا نروح، مش احكي مع الانترنير كل شيء تفاهموا، عيطوا لي قالوا له اوكي باش نخلوك تروح، ومن بعد راهو الناس بتلقى معاهم حل، فهمت اوكي. من بعد قعدت نمشي، رجعت نجي لكيب ناسيونال، فهمت سجلت اللي بعدها، مشيت جيت لكيب ناسيونال وترشحنا كوب دافريك، فهمت ما لعبت مع حتى ماتش تيتيلير على فكره، مع اللي كان جس كوب دافريك 2012 في غينيا استوائية هكا. تصفيات وقتها، التصفيات ما لعبت حتى ماتش تيتيلير، ما لعبت شكون زي يلعب لود وقتها؟ كومار يلعب اتاكون وقتها، مش مركز على اتاكون فهمت، كومار يلعب اتاكون، لعب مرة لعب الشرميت جو كوا، مرة باردون مرة لعب الروج اسمه فخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف، مرة لعب صابر خليفة اتاكون، كل مرة يلعب ما عندوش معناتها وانت اتاكون لما فيكس، تحكي من مخه وي انا حاسيله نحام من مخي حاسيله شنو. من بعد ترشحنا كوب دافريك، خرجت ليستا كوب دافريك انا ما فيهاش، ما عيطليش في ليست كوب دافريك، فهمت قلقت برشا. العكيشي كان زاد وقتها. اي العكاش، العكاش لا حتى العكاش ما كانش، فكرت اي اي صحيح صحيح العكاش بعد مش جي اي موجود، اي العكاش مش موجود، العكاش ملعب حتى ماتش، العكاش مش موجود حاسيل. بعد ضربه وقت ترب في خديجه بن يوسف وصابر الخليفه، فهمت كلموني، صحيح. كلمني سي وادي الجري قال لي لازمك تجي، رانا حاشتنا بيك و لونتونار وحنا تحب، وحنا ولونتونار يحبك تجي، قلت له باهي معناتها حتى مشكل نجي اوكي، قلت له ابعث لي الفاكس معناتها بي الكونفوكاسيون، دافيون. لا كونفوكاسيون دابور الكلاب نتاعي ومن بعد انا نجي، فهمت كي بعثوا لي وقت بدات المشاكل مع الكلاب نتاعي. ذكر سيليا هيك وقتها. تو ها في سيليا، سيليا اه وقت البريزيدون قالها لي، حطني قدام امر الواقع، قال لي كذا جاو حشوتهم بيك وانت مير بيتام تاع كيب ناسيونال، علاش ما عيطولكش من الاول، علاه عيطولك، هو قالها لي استاذ قالها لي، قالاش علاش عيطولك كوم كوا انت معناتها غوت سكور معناتها، فهمت قال لي بالنسبه لي اني راني ما سايبكش تمشي، اني ما احترموش الجوار نتاعي فهمت، ما احترموش، قال لي بالنسبه لي انا ما سايبكش تمشي، وحلت غادي ونعفو في قطر ما تنجم تخرج كان من المطار الا بوتيزاسيون نتاع الكلاب نتاعك، ما كانش باش تخرج من المطار، انت ايش قلت له وقتها؟ قلت له لا نمشي ولا قلت له اسكت له قلت ولا له قلت انا له مش نمشي، تعال حتى حكيت مع انت سيسيان موقفك وقتها، شنو هو ماما؟ انا لا حبيت نمشي كوب دافريك وقتها، كانت كوب دافريك السابعه نتاعي، يعني كنت باش نعمل اكثر جوار لعب كوب دافريك في تونس،
مهمة برشا معناها هذيك انت. اي مهمة برشا لي انا اي زاد. ولازم تحط حتى بينك وبين روحك بديفين تستحق تكون من الاول معناها اي عادي من معناها الاول ويصير تي تاريخ عادي، في الكورة اما انا معناها اوكي انا تمو نحب الكورة ونحب الكيب ناسيونال معناها نحب بالك تونس نورمال، قلت نمشي فهمت. قعد تونكورناج سامي قال لي انا ما عنديش حتى حل، ما نعرفش كيفاش البريزيدون باش نعمل له. حاول سامي معايا مع البريزيدون، البريزيدون شد صحيح. قعدت ما كلمة عجبتش كده مثلا الزيام تابعة في الفيفا تشكي ولا حاجة هكا ولا ما حبيتش تكبر الحكاية أنت؟ لا ما حبش نكبر الحكاية كهو. بعد انا قعد تصور انت فات كاترير والتليفون ما حبش يسكت 24 ساعة وانا نطلب وهم يطلبوا فيا اش عملت. واه الاخر طلبت انا سي وديع جري، قلت له صعيب برشا فهمت، ما نجمش نمشي. ومن بعد عيطوا للعكاشي، اش قال لك يا بدي عجلي؟ قلت له انا ديجا، قلت له انا من كان جيت انا بامكانيتي نخرج من المطار تو نهز الدبش ناخذ بيه على حساب ونجي. قلت له مشكلة في دبي في قطر ما تنجم تخرج من المطار الا مع انت بوتيزاسيون من اي هو شو رد فعله كان اش قال لك؟ شكون؟ هو شو رد فعله وقت اش قال لك؟ حاسك ان انت تملم ولا حاسك ان انت تحب تجي وفما لا مشكلة؟ لا هو يعرفني ان انا نحب يجي، ويعرفني انا نحب الكيب ناسيونال. واحد هو دي راه ما عنده حتى مشكلة معايا انا، بالعكس يحبني برشا. و فهمت. اي بلبولي عصام قال لي، شنو تحكي في الديريكت وينه ما ينشوف فيه؟ بعث لي ميساج على البرايفت. عاملين جروب، اوكي احنا صح عاملين جروب انا وبلبولي وكريم حقي وكريم سعيد وسامي العلاقي، صار مع اليوم الناس كل ونعمل دفاع دي تشالنج فهمت. كل مره واحد يطيب حاجه ونصورها اليوم بعثوا لي تشالنج سامي العلاقي يعمل 10 كيلومتر 10 كيلومتر، وقال لي لازم تعملهم الواحد واقل وقت مني يعني. فهمت ها هكا وعملوا اليوم كريم بجد سعيد بجد روحك ولا ايش؟ بيان سور. قلت له اعطيني غدوه ولا بعد غدوه شتون فا، معناتها نبعثك التشالنج بتاعي. يا فهمت عصام رغم انت كما قلنا حكينا الهداف التاريخي في المنتخب دي مفهوم انتقادات لعصام جمعة ديما انا في البيرو ماركت بليس ديما ما نعرفش لحظتك عليه هو والله، ما نعرف هذه ما فهمتهاش. فهمت بالرغم حتى وصلت الماركي والعباد مش راضي عليا فهمت. تحس وراها حاجة ولا سبونتاني على العباد ما قبلتكش ولا شنو هي بالضبط ولا ما تعرفش تلو قبل كنت كانت توجعني برشا، وصلت اللي انا نخمم بالخايب برشا فهمت. شفتوا فما ماشي اللي صارت فيه برشا مشاكل، اللي انا هزيت ايدي ومعناتها وعملت قلت الجمهور ماشي اسكتوا الملاوي ماشي الملاوي، وماركيت فيه اثنين بلاش خرجوني من الماتش معناتها ما عملت